ماني قادر، شلون اعبر؟ اه تدرون من تو سكر التليفون مني؟ الاستاذه الكبيره سعاد عبد الله. امس سالت عنها في برنامج كشف حساب مع الاعلاميه مي العيدان، وكنت قلت رايي بصراحه، يعني شلون هي انسانه راقيه في لبسها وتعاملها واشياء يعني كذي عفويه، والله قلتها. تو دقت علي، يعني والله العظيم لو تسمعون اسلوب، تقول لي استاذ مساعد، فنانه سعاد عبد الله تقول لي انا الاستاذ مساعد. شوفوا التواضع، شوفوا الفنان لما يكون راقب اخلاقه بشكل يعني ما شلون انام اليوم انا؟ والله ما راح انام. يعني امي بالعمره، لو مو بالعمره كان نزلت قلت لها الحين، يعني ما انام. سعاد عبد الله شكرا، استاذه الكبيره سعاد عبد الله شكرا على انك انسانه فنانه. الله العظيم. يعني يا ليت كثير من الفنانين اللي ما اقول صغار اللي توهم بلشين يستوعبون شلون هذول الناس العمالقه الكبار في الفن شلون هم متواضعين في تعاملهم مع الناس. يعني كم فنان ممكن احد يطلع يتكلم عنه بزين او مو بزين ولا يدوخ نفسه انه يدق عليه تليفون؟ يعني الحين انا بفهم شلون جابت رقم تليفوني. اكيد ها سوالف مي العيدان، اكيد اتوقع مع مي العيدان. والله يعني ما ادري خلني التعبير، ما اقدر اعبر الا حبيتك زياده واحترمتك زياده يا فنانتنا سعاد عبد الله، وان شاء الله قريب جايتش اللوكيشن وراح نصور مع بعض. احبك سعاد عبد الله. وللامانه وعشان الواحد يكون منصف، حتى علي كاكولي الصديق والاخ اتصل، لكن علي كاكولي انا وياه يعني تقابلنا اكثر من مره، شفته، كنا جمعتنا مقابلات تلفزيونيه، احنا كنا مع بعض. فلما دق علي استكبرت الموضوع بعد نفس الشيء، يعني دق وقال مشكور على كلامك ونزله عنده بالانستغرام ماله بالستوري. لكن علي انا اشوف انه قريب مني، صديق اعرفه، اروح له مسرحياته مالت زين. فلما دق علي استانست صراحه، بس كانت صدمة الفنان سعاد عبد الله كانت أكبر بمراحل. لكن صدق مع الكلمة، يعني شوفوا شلون إن في فنانين مثل علي كاكولي، مثل الفنان الكبير سعاد عبد الله، مجرد إن طلعت البرنامج وقلت رأيي بصراحة وصدق وبدون مجاملة وبدون ما يعني رياء ولا شيء، قلت رأيي الطبيعي في فنهم، في لبسهم، في ستايلهم، واثنينهم تفاعلوا بنفس اللحظة، أمس اللقاء اليوم دقوا اثنينهم. كبار يا فنانين، كبار.